انت جاي في ايه بقى يا امور؟ جاي تشرد. تشرد؟ بيه يعني؟ بقول لك ايه تشتغل معايا متسول؟ يعني ايه متسول؟ يعني شحاتة كتكوت. لا 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 لا، انا الشحاتة دي ما بتاكلش معايا عيش، انا راجل وبشتغل بعرقي ودراعي، وبعدين ما تقوليش يا كتكوت. تعجبني، تعجبني الشهامة بتاعتك دي، انت ما ينفعش معاك غير تشتغل معايا حرامي. لا 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 لا، حد الله بيني وبين الحرام. الله الله الله، انت هتعيش ياض؟ انت قاعد على البرش يا حليتها. بقول لك ايه؟ شايف دي؟ طب ايه دي؟ دي نخلة. الله عليك، اطلع بقى يا ننوس عين امك، هاتلي منها بلحتين وانزل. على فكرة دي مفيهاش بلح، ولما تطرح هبقى اجيب لك اللي انت عاوزه. ايه الدماغ المتكلفة دي؟ تعجبني ياض. بقول لك ايه؟ شايف التلفزيون ده؟ ماله؟ قوم شغله وهات لي قناة سبيس 2. عايزين كهرباء. ليه؟ علشان يوصل الكهرباء. يا عيني، شايف الدماغ المتكلفة ياض؟ شايف يا معلمي. قوم ياض شغل التلفزيون ياض. قوم يا معلم. حرام عليك، مشاهدتك ده كبير. محدش له فيه، صعبان عليك، قوم شغله أنت. لا يا كبير براحتك. اتصرف يا ابني وشغله، إلا هتنام واقف الليلة دي. عين عليك يا حماسة، القعدة معايا جابت معاك نتيجة. خد بال عينيك بدي. اللهم اني صايم. قوم ياض ارقص ياض. الله 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 الله. وانت ممسوكة في ايه يا بت؟ كنت ببيع مناديل في الاشارات. تسول يعني؟ يا عسل. امال امك وابوك فين؟ معرفش. عايشة في الشارع يعني؟ لا انا عايشه مع ابويا وامي. وهم فين عن امك؟ ولا اعرف اي ده. يا بقى اشتغلي معايا يا بت. مش لما اخرج من القرف اللي انا فيه ده الاول. انت ممسوكه تسول يعني؟ تخرجي بكره بكتير وهشغلك معايا وهخليكي تلعبي بالفلوس لعب. عايزه تشغلي البت في الدعاره يا صباح؟ حرام عليك، البت لسه صغيره وخام. وانت مالك يا سيده؟ الصغير بكره هيكبر والخام هيتدور وهربيها على ايدي. وانت عايزاني اشتغل معاك ايه؟ مالكيش دعوه بيها، دي سكتها مش تمام، سكتها مش نظيفه. اشتغلي معايا انا. انا اللي لقيت البيت الاول يا سيده، وبطالي بقى تصطادي في ميه المجاري. البت دي ما تنفعكيش، وشوفي لك واحده غيرها. استنوا استنوا، انتوا بتتخانقوا على ايه؟ بقول لك ايه، انت اول ما تخرجي تجيلي ونعمل مصلحه سوا. مصلحه ايه؟ هحلق لك شعرك زي لبطه واقطع لك ايد او رجل، ونلف سوا على المتروهات ونلم فلوس قد كده. اللهم صل على النبي، والله العظيم يا جدعانه انا امي دعيالي. غير غير ياض، شوف لي الماتش على انهي قناه. عينا يا معلم. حاضر، هات الريموت يا عم بسرعه. خد كده يا باشا. انت حمار ياه، هو ده الماتش ده فين؟ هات ريموتك انت يا عم، صحصح معايا. شوف كده يا باشا. ياض انت اعمى ياض. ده فين؟ بس انت هتلاقيك فاكر ماتش علشان ده غريب في بيتي وهما في ملعب كورة. الله عليك يا معلم، يا سيدي الفهمان يا معلم، يا جامد جدا يا معلم. امسك يد الريموت ده، شوف كده يا معلم. سيب دي كانت التت، بس شكلها كده هتتلغي بعد شوية. ولك ايه؟ امرني يا معلم. شايف اللي وراك دي؟ يا معلم شايفها. دي ايه؟ دي نخلة يا معلم. لا دي شجرة، وهتجيب لي برضو منها تلات بلحات، واحدة سودة وواحدة صفرة وواحدة حمرة. ايوه يا معلم، بس يعني دي لسه ما طرحتش. هاتلي من اللي واقع على الأرض. هاتلي من اللي واقع على الأرض. يلا يا عم انت، هو يا عم المعلم قال هاتوا بلح. لا لا استنى، أقول لك رقص لي راس بلد. أرقص يا معلم؟ ما ينفعش، شكلي مش هينفع. أرقص ياه، عايز أشوف عضلاتك وهي بتتهز. ده لما المعلم قال ارقص يبقى ارقص، المعلم قال ارقص يبقى ايه؟ ترقص يا كبير. طب بلي يا عم، اعمل لي اي حاجه. شجعوها يا رجاله. يلا 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 يلا. اهو اهو اهو، اوعى البلح اوعى البلح. انت راحت. كل يا بيبي كل يا حبيبي. اتفضلوا بالف هنا والشفا. الله انا نسيت العيش، ثانيه واحده بسرعه. كلوا يا ولدي يا حلوين. الهنا والشفا. شقيانه كمان يا طول النهار حبيبي. مطرح ما يسري يمري يا باشا. كتر خيرك يا حسين باشا، والله ما عارفه اقول لسعادتك ايه، بس عيالي غلابه غلابه قوي وملهمش في المشاكل خالص. بعد كده ما تخليش عيالك يسرحوا في الشوارع ويتسولوا يا مميه. انا لما عرفت ان هم اولادي كسبتهم المره دي عشانك،
المرة الجاية هاخدك معاها. لا والله يا سعادة الباشا، والنبي وبالنبي النبي نبي عمري ما سرحتهم، ده انا حتى كنت مقدمه لهم في مدارس حلوه قوي، بس اعمل ايه بقى، النصيب ما كملوش فيها. خلي بالك منهم يا مومي، ما يصحش كده، مش معقوله اولادي كل ما يروحوا يتفسحوا في القسم يشوفوا المناظر دي. خلي بالك منهم يا حبيبتي، ولو عوزتي اي حاجه اطلبي من حسين بيبي، اوعي تتكسفي. حاضر حاضر يا ست الكل، يا طيبه يا حنينه انت، ويا رب يخلي لك يا رب الباشا البيبي واولاد الباشا البيبي. حبيبي في ايه؟ في يا باشا مالك؟ لا ايه؟ يا باشا ايه ده؟ ايه اللي انت عاملاه ده؟ بيبي دي بامية يا بيبي. لا يا ست هانم، دي بامية بالمسقعة بس حلوة قوي وحرشة بالفلفل. بالفلفل ايه؟ 100 مرة قلت محدش يحط فلفل في البامية، البامية كده حامية. ايه ماله ماله حامية، دي جميلة وزي الفل يا باشا، تيجي دي طعمة طعمة وبتبقى حرشة حتى. او ماي جاد، حرشة ايه؟ معلش هي سمعت معاك بس بسرعة. هو الفلفل لازم يسمع بسرعة، وبعدين حرشة ايه؟ انت هتأكلها على مزاجك ولا على مزاجنا احنا؟ معلش يا باشا، النبي ومن نبى النبي نبي ما كنت اعرف مزاج سعادتك. كمالي اللي ما اعرفش مزاجي ما يحطش ايده في اكلي. اوكي اوف كورس بيبي، اوعى تزعل نفسك. وبعدين بقى يا مامي ما يصحش كده يا ماما، قلت لك 100 مرة البيبي بتاعي ما بيحبش الفلفل، ركزي يا حبيبتي. الله ايه يا كمال، هو اي حد معدي في الشارع يحط ايده في اكلي؟ وبعدين اعمل انا ايه بقى دلوقتي في الباميه اللي باظت دي؟ جدك القرف. شكرا يا باشا كتر خيرك، الله يكبر بخاطرك. يكبر بخاطري؟ ايوه. انت بتتريق عليا يا وليا؟ لا اقسم بالله لو ما سكتيش اروح اعمل لك محضر اغتيال ضابط شرطه بالفلفل. نهار اسود ومنيل، اغتيال ضابط شرطه بالفلفل؟ اه. والنبي وبالنبى النبي نبي، ده انا ما اعرفش حتى اختل صرصار بالشرطه، ده انا غلبانه غلبانه وعندي عيال بربيهم يا باشا. والنبي قولي قولي البيبي باشا.